كوليكتيف للبيئة أول جمعية مغربية اللي اهتمت بجمع وتدبير النفايات المعلوماتية. الفكرة ديال خلق هذه الجمعية جاء من أن التطور السريع اللي كيعرفوه الحواسيب وميدان التكنولوجيا كينباتق عليه مئات الأطنان ديال الأجهزة اللي كتمشي لي ديشارج بيبليك ديالنا، وفي نفس الوقت هذه الحواسيب كيحتويو على مواد سامة بحال لاكسونيك ولو بلان اللي إلا ما تمتش المعالجة ديالهم بطريقة احترافية يمكن يكون ضرر للبيئة وفي نفس الوقت ضرر للصحة ديال الإنسان. المؤسسات الشركة ديالنا في هذه العملية كتوضع رهن إشارتنا حواسيب، هذه الحواسيب كتتم المعالجة والإصلاح ديالها، من بعد كنعطوهم للجمعيات. على سبيل المثال بالنسبة ل 2009 أعطينا 130 حاسوب، مع العلم أن الحاسوب تيقدر يستمر حتى ل 15 سنة. بالنسبة للحواسيب اللي ما كتتمش المعالجة ديالها، القطع ديالها كتمشي عند الشركات المحلية المتخصصة. إذن هاد الحواسيب اللي كان المصير ديالها لا ديشارج بيبليك هو تكتب لهم حياة جديدة. إذن حنا فخورين أننا كنساهموا في التنمية المستدامة، خاصة أن أي واحد يمكن له يستعمل هاد الشيء في بزاف ديال الميادين. إذن بصفة عامة إلا تعاملنا مع هاد النفايات بصفة عشوائية تيمكن تشكل خطر للمجتمع، ولكن إلا تعاملنا معها بطريقة احترافية تيمكن تشكل مصدر ديال الإغناء للجميع. وعلاش ما تديروش بحالي؟